تمام؟ أو بكون هذا مش مؤمن أصلا بالكلام اللي بيقولوا إنه هاي بالذات إلها علاقة بعلي، وهو من علمائهم الكبار، يعني الكبار الكبار. طيب المهم، لكن هو نفسه في محلات ثانية طبعا له سقطات هنا وهناك وتفاصيل طويلة. طيب، إنما وليكم الله ورسوله هو الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ويبدو على فكرة هدول القضيتين، على فكرة أبرز قضيتين، مسألة عفوا أقصد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في إيجاد مجتمع متوالي، الموالاة، هذول أبرز قضيتين على فكرة. إنه إذا قامن في المجتمع الصلاة والزكاة، هذا من أكبر كل أركان وجود الولاية الحقيقية في المجتمع المسلم. في المجتمع المسلم، إنما وليكم الله ورسوله هو الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، مش والذي آمن لو كان علي، ومن يتولى الله ورسوله، مش حتى يتمنى الله يتولى الله ورسوله مشان نقبل والذين آمنوا، يعني ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يعني بمعنى آخر، لما بتحرر مفهوم الموالاة في ذهنية المسلم وبيصبحوا المسلمين فعلا أولياء بعضهم البعض، وقتها بنشأ مجتمعات لا يمكن أنه أحد يغلبها. وسبق قلنا أنه شو معنات حزب، في الحزب فيها معنى التجمع، ولكن تجمع على أي أساس؟ على فكرة وهدف حتى يسمى حزب. إذا الحزب فيه معنى التجمع، هاي أول قضية. الحزب لغة فيه معنى التجمع، تمام؟ تجمع، الاجتماع والتجمع. ولكن لما نسمي حزب شو بكون؟ ضمن فكرة يعني الجماعة اللي بتوحدهم فكرة وبوحدهم هدف، هدول هم اللي يسموا ايش؟ حزب. ممكن يكون حزب شيطان، ممكن يكون حزب رحمن، مش هيك؟ والقرآن ذكر الحزبين، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هيو حزب، هون تجمع على أساس من فكرة وهدف، تجمع على أساس من فكرة وهدف. إذن وما يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إيش غالبون؟ ما هو الغالب فيه قهر وفيه لحظ، فيه فوز وفيه 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 وفيه. يبدو أنه الفكرة، تصوروا لو كانوا المسلمين مجتمعين على قلب رجل واحد وفي بينهم موالاة حقيقية. وأصلا إحنا ليش مننور المسلمين في مفهوم الموالاة حتى تكون موالاة حقيقية؟ ويبدو الأحداث اللي بتحصل الآن في العالم الإسلامي